السلام عليكم، شلونكم شباب؟ شخباركم؟ ياكم سيد حسين عالم ابو للتعلم على ايفون. طبعا اليوم جبنا لكم فيديو جديد، موضوع جديد. قبل أن نبتدي اضغط زر لايك واشترك في القناه اذا كنت مو مشترك، واسف على السحبه الطويله اللي يمكن 3 أو 4 أسابيع او شهر، ما ادري كم يعني سحبت. وشكرا على 600 مشترك يا شباب، ما تقصرون يا شباب في الدعم. ام بيكم يا شباب، ان بتطلع عليكم علامة تعجب على اليسار، ام بيكم تقولون لي هل صوتك صار حسين؟ والله لا، لان انا شريت مايك جديد سابقا، كنت اصور بالايباد او بالايفون، فالحين صوتي احس صار ينعزل، فجدا شيك زين. اوكي شباب، خلنا نبدأ في الموضوع. طبعا الموضوع اليوم هو كيف تشبك الواتساب اللي على الايفون، كيف تشبكه في الايباد او في الكمبيوتر. طبعا الطريقة شوي يعني سهلة جدا ومضمونة 100%. لا تخاف انه يصير في الواتساب مالك شيء، ابدا لا تخاف. طبعا ما بتحتاج لا جيل بريك في الايباد ولا ابل ستور. طيب، لان الابل ستور اذا بتحمل منه الواتساب بقول لك ما تقدر تحمله، او اذا حملته بقول لك ليس متوافق مع هذا الاصدار. طبعا اخر اصدارات الطريقة يعني. اوكي شباب، اول شيء تفتح الواتساب من اول شيء تفتح الواتساب من تلفونك، ولازم يكون مشبوك بالواي فاي. تفتح الواتساب اوكي، ومن الايباد تفتح السفاري، وبعدين تضغط من الايفون على خيار واتساب للويب او للكمبيوتر. طيب شباب، بتطلع لك هذه الصفحة، بيقول لك فوق اذهب الى هذا الرابط اللي هو واتساب، هذا الرابط. اوكي، احنا ذهبنا اليه. الحين من الايباد وش تسوي؟ ما بتضبط معاك الطريقة الا اذا ضغط على هذه، شوفوا هذه اللي احنا ندور عليها، تضغط عليها اللي هي علامة الشير، اللي اذا بتنشر اي شيء تضغط عليها من الايباد، بعدين تضغط على كلمة طلب سطح المكتب، هذه شوفوها، تضغط عليها ضغطة، تنتظر شوي بيفتح لك صفحة جدا غير. اوكي، الحين بيفتح لك هذا الكيو ار كود صح، وانت عندك هني الايفون تضغط على اللي تحت، الخيار اللي تحت. اوكي ترى من المرسل مالجش. اوكي تضغط على الخيار اللي تحت، او تضغط تضغط على هني، وبعدين توجه على الكيو ار كود. بعد ما توجه على طول بيطلع لك هالشكل، وخلاص يعني بند التلفون خلاص. اوكي، احنا ما بنبند الحين، بس انت لا تبند يعني، كيفك يعني، لان خلصنا. تالي بيقول لك هذا هني، ما بيقول لك بعد شي اساسا، لان شوفوا الواتساب كل شي فيه ضبط، كل شي فيه ضبط، يعني ما يعني المحادثات كلها موجودة في الايباد. فانا فرضا يعني بدخل مثلا محادثة، مثلا هذه المحادثة، شوفوا شباب المحادثة شغالة ما فيها شي، وتقدر تتراسل من الايباد، فهذا شيء جدا 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 جميل. وبس يا شباب، وصلنا لختام حلقتنا لليوم، لا تنسون اللايك والسبسكرايب والكومنت.